بدوره أكد معالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودية، أكد أن لا حل وسطا مع دعم الإرهاب، على قطر أن تختار إما أنها تدعم الإرهاب أو لا تدعمه، هذه الحقيقة لا جدال عليها ولا تفاوض فيها. يتحدثون عن معاني شعب القطري وهذا ما هو صحيح، يتحدثون عن حصار وما في حصار، المواني مفتوحة، المطارات مفتوحة، أجواء قطر مفتوحة، لكننا اتخذنا قرار سيادي أننا ما نسمح لهم يستخدموا أجواءنا وهذا من حقنا. يتحدثون عن الأماكن المقدسة، يتحدثون عن كل شيء إلا أهمية كفهم عن دعم الإرهاب والتطرف وتمويله والتحريض واستضافة الأشخاص المطلوبين والتدخل في شؤون دول أخرى. هذه الأمور اللي يجب يكون التركيز عليها، وهذه الأمور اللي إحنا مستعدين أننا نجلس مع القطريين لنضع آلية لتطبيق هذه المبادئ، لكن ما مو معنى الحوار أنه في تنازلات، لأن أمور مثل الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف والكراهية ما في تنازل، يعني يا في يا ما في، ونحن هدفنا أن يكون ما في.